خلينا نروح لمحافظة الشرقية اللي في الحقيقة شهدت عملية تطوير لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية الرياضية، ولحد دلوقتي تم إنشاء 28 مركز شباب ورفع كفاءة 9 مراكز بنسبة 100%، وده بقرى حياة كريمة في محافظة الشرقية. احنا معانا على الهاتف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتعرف منه على كافة التفاصيل. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا استاذ بسام، على حضرتك صباح الخير يا استاذ دي، وصباح الخير على الساده المشاهدين كلهم. اهلا بيك يا فندم منورنا. في البدايه حضرتك حابين توضح لينا حجم الاعمال اللي استهدفتها مبادره حياه كريمه في مراكز الشباب والمنشات الرياضيه بالقرى. هو زي ما حضرتك تفضلت وقلت فعلا في عندنا 37 مشروع تم تنفيذهم والانتهاء منهم الحمد لله، 28 انشاء جديد مركز شباب جديد، وتسعة رفع كفاءة بتاعتهم وصيانتهم، والحمد لله تم تسليمهم ودخلوا الخدمة الحمد لله. وده طبعا رقم كبير جدا، أعتقد أن هي طفرة كبيرة جدا في مركز الحسينية أن يتوفر 37 مركز شباب للاستخدام لأبنائنا في 41 قرية اللي تم تنفيذ المرحلة الأولى لحياة كريمة. عظيم سيادة المحافظ، ده في الحسينية فقط؟ يعني الحسينية فقط من دوت من خلال مبادرة حياة كريمة فقط يا أستاذ. مفهوم. طيب وضع مراكز الشباب كان عامل إزاي؟ حضرتك عارف طبعا أو كلنا عارفين طبعا إن كان في عجز شديد جدا، وحضرتك بالذات بتتكلم على محافظة إعداد كانت اللي كبير ومساحتها كبيرة، كان في عجز شديد جدا، كان في بعض المراكز كانت محتاجة فعلا إحلال وتجديد وبعضها محتاج صيانات. أنا شايف إن اللي حصل ده طفرة كبيرة جدا، وإن شاء الله تتم على جميع مراكز وقرى محافظة الشرقية تباعا، لأن برضه في خطة جيدة بيتم العمل من خلالها مع وزارة الشباب والرياضة في بقية المراكز. إنما زي ما حضرتك عارف مبادرة حياة كريمة وهو التركيز على مركز معين أو بعض القرى لإنهاء هذه الإنشاءات أو الإحلال والتجديد. طيب حضرتك اتكلمت عن ان بعض المراكز محتاجه احلال وتجديد، ايه شروط تطويرها واعاده تاهيلها؟ اسباب تطويرها طبعا ان هي غير يعني استخدامها طبعا الشباب مش عارف يستخدم المباني بتاعتها، الملاعب بتاعتها، كان في مراكز شباب ما فيهاش ملاعب اصلا غير ملاعب ترابيه، كان في مراكز شباب المنشات بتاعتها كانت حالتها سيئه طبعا تم صيانتها، تم احلال مباني من اول جديد، تم انشاء ملاعب نجيله صناعيه كتير الحمد لله، كل دلوقتي مراكز شباب تقريبا فيها الملاعب طبعا، بجانب طبعا غرف خلع الملابس، بجانب صالات تدريب، كل الانشطه بقدر الامكان تم توفيرها في 37 مركز شباب. احنا شايفين فتيات على كانوا معانا دلوقتي في الصور، يعني ايه الانشطه اللي بتتم ليهم كمان يا فندم؟ مظبوط يا فندم مظبوط، وانا عايز اقول لحضرتك ان مبادره حياه كريمه مش بس غيرت مراكز الشباب او عملت بعض الخدمات او لا، هي كمان غيرت في المزاج العام بالنسبه لاهلنا اللي موجودين في القرى اللي كانوا بيعانوا من نقص الخدمات، فبالتالي كل الخدمات بقت متاحه الحمد لله، ان شاء الله كل المشروعات تنتهي قريبا، بجانب طبعا ان هي كانت سبب كبير جدا لتوفير فرص عمل، عمليه الانشاء ادت لفرص عمل كثيره جدا لابناء داخل القرى. سياده المحافظ، ملاعب الهوكي يا فندم، يعني ده الشرقيه يعني او ابطال الهوكي جمهوريا وافريقيا، فهل كان في ملاعب في مراكز الشباب او احتجتوا ان انتوا تنشئوا ملاعب جديده او برضو تعيدوا مره اخرى تاهيل ملاعب كانت موجوده بالفعل؟ هو طبعا حضرتك عارف اللي بيتميز بهذه اللعبه طبعا نادي الشرقيه، وطبعا الملاعب بتاعته موجوده، وكان لسه في رفع كفاءه لاحد الملاعب من خلال برضه دعم من وزاره الشباب والرياضه، وطبعا بقيه الملاعب موجوده في بعض المراكز اللي هم بيمارسوا لعبه الهوكي. هو دلوقتي اللي بتحاول نعمله مع بعض ان احنا ننشر هذه الرياضه اكثر لانها متميزه في المدارس، لتوفير بعض الملاعب في المدارس لممارسه هذه الرياضه اللي احنا بنتميز بها داخل محافظه الشرقيه. عظيم جدا. هل بيكون في اشتراكات يا فندم للالعاب دي في مراكز الشباب؟ مراكز الشباب طبعا في كل الانشطه فيها متاحه، وانا عايز اقول لحضرتك انا اقصد على التكلفه. اتفضل يا فندم.
ان الاشتراكات دي باسعار رمزيه جدا، قد تكون يعني حاجات بسيطه جدا، بعض الرياضات او بعض الانشطه بيتم ممارستها من غير رسوم خالص، هي بتعتمد على نوع الرياضه واذا كان بيتم جلب احد المدربين من الخارج ولا خارج المنطقه. فهي في الاول وفي الاخر هي امور بسيطه ومتناول الجميع، وانا عايز اقول لحضرتك ان في اقبال جيد جدا جدا على معظم الرياضات وبالذات رياضه الكاراتيه والتايكوندو والجودو وبعض الرياضات اللي انا اتفاجئت ان الفتيات مقبلين على لعبها وممارستها بصوره جيده جدا. اتمنى نشوف طبعا يعني يمكن لعيبه هوكي اكتر، لانه فعلا محافظه الشرقيه خرجت لنا يعني لعيبه كبار ومهمين جدا، ومتحمسين ان احنا نشوف اللعبه دي اكتر واكتر في الفتره اللي جايه. وحابه اسال حضرتك يعني امتى هيتم البدء في المرحله الثانيه لاعمال المبادره الرئاسيه لتطوير الريف المصري في المحافظه؟ هو طبعا حضرتك عارفه محافظه الشرقيه المرحله الاولى تم اختيار مركز الحسينيه لو بيمثل حوالي 31% من مساحه محافظه الشرقيه. المرحله الثانيه تم اختيار 5 مراكز كبار داخل محافظه الشرقيه ان شاء الله بنامل نبدا فيهم قريبا. تم تحديد الاراضي اللي احنا محتاجينها، احنا تم توفير 400 قطعه ارض في 5 مراكز، وتم معاينه حوالي 370 قطعه ارض وقبولها ان شاء الله يعني للمشروعات او للخدمات كلها، اذا كان صرف صحي، محطه مياه، روافع صرف، اذا كان عشان انشاء مستشفى، اذا كان انشاء مركز شباب، كل الخدمات. والحمد لله انا عايز اقول لحضرتك ان المرحله الاولى خلت المواطنين كلهم متحمسين في بقيه القرى بالتبرع بالاراضي او بالمساهمه في شراء اراضي لتوفيرها. وبرضه هنا بالمناسبه حضرتك خليني اقول لحضرتك ان كل الاراضي اللي تم توفيرها ده في المركز الحسينيه هي تبرع اهالي، ولم نضطر الى شراء اي قطعه ارض، وده كان مساهمه كبيره جدا جدا من اهلنا، لدرجه ان كان في احد الاهالي تبرع ب 12 فدان لانشاء محطه معالجه. وحضرتك عارفه في مصر فدان في الشرقيه دول تكلفتهم قد ايه، وده بيؤكد ان المواطنين كلهم يعني مقدرين جدا هذه المبادرة وأهميتها والطفرة اللي تمت وهتتم بعد تنفيذها إن شاء الله. ومؤمنين كمان يا فندم إن عليهم دور، يعني المسألة مش الدولة فقط هي اللي هتقوم بدورها، لا هم كمان عليهم دور. فإحنا طبعا بنحييهم وبنشكرهم طبعا، كل أهالي الشرقية أهل الكرم طبعا من زمان ومعروفين يا فندم. كنت عايز أتكلم مع حضرتك عن المشروعات الخاصة بمراكز الشباب، إحنا قلنا في الحسينية فقط 37 مركز شباب مش كده؟ طيب باقي المراكز هل ليها خطه، وهل احنا شغالين في كل المشروعات المتعلقه بمراكز الشباب بالتوازي، ولا بنخلص مركز ونروح لمركز اللي بعده؟ لا خلي بال حضرتك ان احنا نقدر نقول ان حجم المشروعات اللي بيتم في محافظه الشرقيه غير مسبوق منذ 2014. يعني يكفي ان انا اقول لحضرتك ان المشروعات الاجماليه اللي تم من 2014 حتى النهارده خارج حياه كريمه خالص، احنا على القرب من 40 مليار مشروعات ما بين مراكز الشباب، ما بين مستشفيات، ما بين مشروعات مياه، يعني ما فيش حاجه متوقفه استاذ شاذلي خالص، بالعكس كل حاجه بتتم بصوره جيده ومن خلال خطط تم التوافق عليها وجاري انشائها. طبعا لما بيبقى في مركز داخل في مبادره حياه كريمه بنتوقف عن العمل في جميع الانشطه في هذا المركز لحين وضع خطه التنفيذ لاستكمال هذه المشروعات، انما بقيه المشروعات جاري العمل فيها في جميع مراكز محافظه الشرقيه. عظيم. طيب حابه اعرف بقى من حضرتك يعني استعدادات المحافظه لموسم الشتاء. هو طبعا حضرتك عارفه ان موسم الشتاء بيبقى بنبتدي له بدري شويه، احنا ابتدينا بدري شويه في التجهيز ليه، التاكيد على طبعا حرف اماكن صرف الامطار، المعدات، الاجهزه، شركه الميه، التاكيد طبعا غرف العمليات بتعمل 24 ساعه لاطلاق في اي شكاوى، الحمايه المدنيه بتعمل، تم مراجعه كل اجهزه رفع المياه وتم تثبيتها بحوالي 21 موتور رفع بكثافه عاليه. تم عمل محاكاه لبعض الكوارث اللي هي قد تحدث وان شاء الله ما تحدث لتدريب العاملين على الاخلاء والتعامل معها. تم التاكيد على الكهرباء بمراجعه المقاولات بتاعتها وحمايتها من الامطار. يعني احنا بنعمل اجتماع
شبه دوري، وعندنا غرفة عمليات طبعا. نعم يا فندم. بقول لحضرتك عندنا غرفة عمليات بكل تأكيد طبعا. طبعا يا فندم عندنا غرفة عمليات بتعمل 24 ساعة ومرتبطة بغرفة عمليات مجلس الوزراء ومرتبطة بغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والتواصل على مدار ال 24 ساعة لمتابعة ما يحدث. عظيم. كل الشكر لحضرتك يا فندم دكتور ممدوح وراب محافظ الشرقية، شكرا جزيلا ليك.